تمام. السؤال الثاني، انا اديت المال لرجل 20,000 جنيه، ايوه، وهو كان بيديني كل شهر شهرين ثلاثه جزء من الارباح، هل بعد مرور سنه عزريه على هذا ال 20,000 جنيه، هل المال بقى له زكاه؟ معك فلوس غيرها؟ لا، ما هذا ضم المالك، انت مال مشغل، يضم سير مالك. انا اضم ال 20,000 جنيه سعر المال وزكي عليه. الله يسلمك، اذا بلغ النصاب.